هذا الفيديو لك إذا تجلس فترات طويلة قدام شاشة الكمبيوتر أو شاشة الجوال أو تشتغل على الكمبيوتر كفترة طويلة كمصممين أو اللي يشتغلون في عالم التصميم والبرمجة، حتما راح يجلسون فترة طويلة، تجيهم بروجكتات أو مشاريع طويلة، فهو حتما راح يجلس من 8 ساعات إلى 9 ساعات مثلا، كان يداوم في شركة 8 ساعات يجلس أمام كمبيوتر يشتغل مشاريع معينة، بعدها راح يشتغل على مشاريع كفريلانسر أو عمل حر، فراح يجلس فترة طويلة من 8 ساعات إلى 11 ساعة أو 12 ساعة كمعدل يومي. شخصيا أنا أجلس يوميا 9 ساعات أمام الكمبيوتر، وعانيت من مشاكل كبيرة في العينين، بعد استشارت أكثر من طبيب واستشارت أكثر من صديق كان يعاني من نفس المشكلة، آخر شيء وصلت الحل للحفاظ على عيني، وكذلك أنه بدأت أجلس فترات طويلة ما تتأثر عندي العيون. فنصيحة مني، جرب هذا المنتج. هذا المنتج وصلنا اليوم وجربته صراحة، خلنا نفتح مع بعض خلنا نشوف إيش فوائد هذا المنتج. طبعا المنتج هو عبارة عن نظارات بلو كوت أي مانع على اللون الأزرق، صراحة مميزة جدا جدا، ما أنصحك أنك تأخذها وتطلبها من مواقع الويب أو من المتاجر كمتجر نون أو متجر أمازون، أنصحك أنك تروح على متجر أو تروح على محل متخصص في البصريات، تشوف المقاس المناسب لعينك وتختار المقاس أو الديزاين اللي يناسبك وتطلب منه نظرة بلو كوت، ويجي معها كذلك لون أزرق أو إضاءة أزرق عشان تعرف أنها تمنع اللون الأزرق. هذه النظارة حساتك بشكل كبير انك تجلس على الكمبيوتر بدون اذى لعينك وتحمي منطقة العين وتحمي الشبكية وتحمي العين من اثر الاشعة الفوق بنفسجية. لاحظ وشغل اللون الازرق، هذا الان هي ما تعدي اللون الازرق. خلنا نشوف مع بعض، لو خليها بهذه الطريقة واجيب يدي من هنا، شوف اللون الازرق، هي مانعة ان اللون الازرق تخفف بشكل كبير اللون الازرق، يعني ما يعدي، شوف من هنا يعدي لك بنسب بسيطة جدا جدا جدا، هي تخفف اللون الأزرق بشكل كبير جدا وتساعدك بشكل كبير في أنك تشتغل بأريحية تامة على الكمبيوتر أو على الجوال، فما رح تتأذى عينك ورح تشتغل بأريحية تامة، تمنع اللون الأزرق من السطوع باتجاه العينين، فتعطيك أريحية تامة في العمل بشكل جميل جدا وأريحية تامة في العمل على المشاريع. كذلك أنصحك أنك تسوي مساج بشكل دوري لعينك كل 4 ساعات أو 5 ساعات بهذه الطريقة، هذا حسب كلام الأطباء. إذا حاب تحافظ على عينك وتجلس فترة طويلة وأنت متخصص في مجال الجرافيك أو التصميم أو مجال البرمجة أو أي مجال، أو تعاني من أي أعراض جانبية للجلوس على الكمبيوتر، لأنه مع الأيام راح تعاني، وأنا صراحة وقعت بنفس المشكلة، ما كنت أعاني من أي مشكلة لكن فجأة حسيت إنه عيني فيها ألم شديد وحرقة شديدة جدا جدا، حتى لما أشوف أي لون ساطع أتأثر وأتأذى كثيرا، حتى اضطريت إني أوقف لمدة 7 أيام متواصلة وامتنعت عن أي مشروع وما قدرت أكمل مشاريعي للعملاء، واعتذرت من مشاريع وجتني مشاريع واضطريت إني أوقفها وما أستلمها. فأنصحك في النظارات اللي راح تساعدك بشكل كبير في حماية بصرك وكذلك في الاستمرار في عملك بأريحية تامة، اضطريت إني أوقفها وما أستلمها. فأنصحك في النظارات اللي راح تساعدك بشكل كبير في حماية بصرك وكذلك في الاستمرار في عملك بأريحية تامة. وهذه نصيحة مني لك حسب تجربتي الشخصية. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تتابعني، لأنه في أشياء راح تفيدك في مجال الجرافيك والتصميم والذكاء الاصطناعي. أشوف فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم مشعل، والسلام.